الرحبانية برضو يعني عملتي معهم شغل مهم برغم انه مش كتير بس مهم. طبعا المسرحية مهمة جدا يعني من المسرحيات القيمة كألحان وكفكرة وككتابة، يعني هم اختاروا انهم ينزلوا بيها مصر. يعني كان في احدى المنتجين عايز يعمل مسرحية غنائية فكلموا الرحبانية قالوا احنا يسعدنا قوي ان احنا ننزل مصر، لكن طبعا احنا مش جاهزين دلوقتي بمسرحية جاهزة، غير عندنا مسرحية الشخص اتعملت قبل كده لكن بالسيدة فيروز طبعا، لكن يعني ما تصورتش، ولو حابين نعملها ونعمل فيها تغيير بالشكل المصري. فطبعا رحبوا بالحكاية دي وهم اختاروا ان انا اللي اعمل البطولة. يعني عمار الشريعي كان بقى حكاية تانية وقصة تانية. وعمار يمكن خلى كثير من أغاني عفاف راضي باقية حتى الآن، سواء أغاني الأطفال أو حتى أغاني بتسأل يا حبيبي بحبك قد إيه، أحلى الأغاني الرومانسية. وأنا فاكرة لما نزل الشريط يا جماعة، كانوا شرايط، كان شرايط كاسيت وكنا بنحطها في العربية، ده كان أجمل شريط تسمعوا، لأنه أجمل أغاني كان عفاف وعمار الشريعي، كان شيء خطير. أنا الناس كتير بتقابلني تقول إحنا حبينا على الغنوة دي. أيوة. فيعني الحقيقة قصص حب كتيرة مدام عفاف على بتسأل يا حبيبي. أيوة. بحبك قد إيه. بالظبط، كتير قوي بيقولوا لي كده. وطبعا الأطفال كانت الحقيقة برضو يعني اتنين ألبوم، يعني كل واحد فيهم كان أحلى من التاني الحقيقة. الشريعي غير إيه في عفاف راضي؟ يعني هو ما فيش تغيير، يعني انا عندي زي ما قلت لحضرتك الامكانيه ان انا الاول هو الحان عمل الحان حلوه وانا اخترت منها.